محمود عبد الحي كلاعب، فهو لاعب في جيل يمكن قبلنا، قبل بشوية يعني، قبل 3 سنين أو 4 سنين، جيل كان مميز جدا جدا. كابتن محمود عبد الحي، كابتن أنور سلامة، المرحوم الكابتن هاني مصطفى، الجيل ده كان جيل من الأجيال الرائعة اللي جات النادي الأهلي. وكان هو بقى مهاجم مميز جدا، كان سريع جدا، بيجيد ضربات الراس بشكل أكتر من رائع، كان هداف من هدافين النادي الأهلي في الجيل ده. هوت اتقابلت مع كابتن محمود في أبو ظبي، كنا مع بعض وهو كان مدرب وأنا كنت لسه بلعب، واتقابلنا وهو دربني شوية يعني هناك. شخصية محترمة جدا، دامس الخلق، فاهم جدا ككل أبناء النادي الأهلي يعني الحقيقة. ما كناش بنحس معاه ان هو راجل اهلاوي واحنا زملكاوية، الكلام ده ما كانش موجود خالص، كنا اصدقاء جدا. لكن الحقيقة بعد كده انا يعني ما شفتوش، ما عنديش معلومة عنه بشكل كبير، هو فين دلوقتي الكابتن محمود. لكن كان لاعب مميز جدا جدا، وكان مدرب ايضا في الفترة اللي انا كنت فيها في ابو ظبي، كان مدرب مميز جدا جدا، وتربطني بيه علاقة جيدة جدا. الكابتن محمود قليل الكلام جدا وما بيتكلمش كتير، وهادي الطباع، مش من المدربين الاجريسيف اللي هم عندهم عصبية اكتر من اللازم، لا، راجل هادي الطباع جدا، دامس الخلق جدا، اسلوبه وهو لعيب ما تغيرش عن وهو مدرب، برضو نفس السمات والشخصية اللي كان بيها وهو لعيب كان بيها وهو مدرب. برضو صوته هادي، مش ما بينفعلش، على خلق، بيعرف يتعامل كويس قوي مع الناس ومع اللعيبة، شخصية محترمة قوي قوي الحقيقة. كنا في تمرين وجبت جول حلو قوي، تحرك تكتيكي كويس قوي، فهو بعد التمرين قال لي يعني شكرني جدا على الجول اللي انا جبته ده، لانه كان تحرك بوعي يعني، كان تحرك كويس جدا نتج عنه الجول ده يعني. فهو اتبسط جدا ان تحرك هو بيدرب عليه وجه منه جول، فكان مبسوط جدا في من الجول ده بصراحة يعني. هتقولي